يعني عيش وما تحضيش. حياتي هادي حياتي اللي بغيت تكون، ماشي هادي. نتمنى حياتي اللي بغيت تكون تكون ان شاء الله منين غادي نبيع الجزء من الاذن ديالي. ناس 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 دابا لا لقيت حياتي احسن هكا. عالم الاسطوره شاكيرا ديما الجديد وديما هكا. السلام عليكم، معكم الأسطورة شاكيرا الملقبة بشاكيرا. أنا اليوم معكم بغيت يعني فكرت بزاف، وبعد ما ترددت وعاود فكرت بغيت نبيع واحد الجزء من الأذن ديالي. جاوني عروض كثيرة وإن شاء الله يعني بغيت غير يكون زيادة شوية في الثمن. يعني هي في ذاك الابليكاسيو فين شفت هذا العرض يعني 20 مليون دولار، وأنا جاني عرض 10 مليون دولار. يعني بغيت غير شي حاجة تزاد فوق منها صافي، ومستعدة العملية يعني الجزء من الأذن ديالي. وبالنسبة للأعضاء ديالي كاين اللي غيقول وحرام أو لا ما خصش تبيعيهم أو لا، يعني أنا حرة، ما كيهمنيش المجتمع، ما كيهمني حتى شي واحد او الانتقادات ديالكم. انا بغيت نبيع الاعضاء ديالي، احسن حاجه فكرت فيها هي الاعضاء ديالي وما نبيعش شي حاجه اخرى. يعني بحكم الازمه الاقتصاديه اللي كاينه والازمه اللي عندي حتى انا، هذه تزادت، الزيت تزادت، هذه غلات، ما كاين غير الغلاء الغلاء الغلاء، حتى المواطن ولا مقجوش. وحنا على اقبال عيد الاضحى وعلى شحال من حاجه يعني ما كاين غير زيد زيد. او انا عندي ازمه، انا كنهضر على راسي، يعني بغيت نبيع جزء من الاذن ديالي باش نسد الديون ديالي وندير واحد الجمعيه وندير واحد المشروع ديالي. والجمعيه غتكون خاصه بالاطفال المغتصبه يعني القاصرين. هذا هو تفكيري ان شاء الله. لك تابع علاش لا؟ شنو الجزء اللي غتبيعيه غير هذا الجزء هذا هادي وهادي ان شاء الله، وحتى واحد الحاجه اخرى حتى المبيض ديالي غنبيعه ان شاء الله. يعني بالتدريج من هنا وهادي وغاده ان شاء الله. يعني الاعضاء ديالي اللي كيتباعوا، يعني كاين كيقول لك الاعضاء ديالنا خليهم حتى تيبغي بنادم الانساني يموت ويمشي يتبرع بهم، انا نبيعهم. فكرت نبيعهم ما نتبرعش بهم فابور، فهمتيني؟ انا وليدات، انا عندي الوليدات، يعني المبيض ديالي واخا نبيعو عندي وليداتي صافي بارك الحمد لله الله يخليهم ليا. داكشي علاش فكرت في المبيض، يعني ماشي عاد انا كننتظر نتزوج نولد الوليدات لا. وانا يعني كي لا يقول حمقى بويا عمر، انا بوهالية واحد الانسانه بنت الجواد، يعني زهريه وبوهالية وبنت الجواد. شوفوا غير اللبس ديالي، انا هكا ستيل ديالي هو هذا. يعني من داك المشاكل اللي عشت والازمات صافي تغيرات حياتي راسا على عقل. ما بقيتش داك الانسانه اللي غنبدا نفكر في المجتمع وفي الناس، لا عادي قالك عيش وما تحضيش، عنده ما تحسدش. هادشي علاش فكرت انني نبيع الاعضاء ديالي باش نسد الديون ديالي، نسد الديون ديالي. وحتى انا بغيت شحال من حاجه، يعني ما يمكنليش نمشي نسرق، نمشي نطلب. درت فراشه، يعني بعت، كاين اللي يقول لك سيري تخدمي ديري بيع الخبز، بيع. درت داكشي كامل، انا بعت الخبز، كنت كنعجن الخبز في الدار وكنبيعو، فرقت الخبز على الحوانات، شحال من حاجه. يعني الناس اللي بعت معاهم الخبز، الربيع، ماكياج اوريفلام غيشوفوني وغيعرفوني والو. اللهم نبيع يعني الاعضاء ديالي، اولا جزء من الاذن ديالي. انا كنت ديما كتجيني الفكره انني نبيع الكلوه ديالي، ولكن كنت مترده بالحكم انني فيا فقر الدم. يعني انا فقر الدم عادي كيجيني حيت انا زهريه والدم ديالي يعني كيتنقص من طرف الجين.
هذه معروفه بالنسبه للزهريين. هذه شويه انا ما قدرتش هي نبيعها، ولكن منين عرفت ان هذا الجزء ديال الاذن كيتباع صافي قلت ولماذا. والمبيض حتى هو يعني انا الحمد لله عندي وليداتي صافي، داكشي علاش فكرت في الاعضاء. لا لا ما كتهمنيش ما كتهمنيش عادي، المهم انني غادي ندير شي حاجه لراسي ووليداتي ونسد الديون ديالي. تواصلوا معايا ان شاء الله، ان شاء الله لقيت اللي يزيد شي حاجه اكثر، علاش لا، ما لقيتش غادي نبيعها. وكاين كاع اللي ما عندهمش حتى قناه، كاين اللي كيقول لك وادي باغا غطلع قناتها. واحد البنت بنت قنيطره، نهار اللي غتبغي نذكر سميتها راه غنذكرها، نهار اللي غتكون معايا في العمليه الا بغات تذكر سميتها تذكرها. حتى هي قالت لك باغا تبيعها بحكم الازمه الاقتصاديه اللي عندها ومزيره والكريديات، قالت لك نبيع انا الجزء من الاذن ديالو ونبيع حتى المابط. هي عندها وليداتها الله يخليهم ليها، هادشي علاش. انا دابا ما كنتش خارجه بالماء على المابط، كنت خارجه على هذا الجزء هذا. شويه اللي لقيت واحد العروض اخرى على المابط، قالوا لي واش ما محتاجاش حتى هو اللي بغيتي تبيعيه لينا، قلت لهم اه هادشي اللي كاين. يعني بحكم التجربه كاين اللي ما كتولادش وكتبغي تشري المابيض، كتلقى شي حد كيبغي يخرج كيبغي يبيع شي حاجه من الاعضاء ديالو كيسولوه، داكشي علاش انا سولوني. يعني حتى حتى هو نبيعو المابيض والجزء من الاذن ديالي هذه اليمين واليسار ان شاء الله. هادشي اللي كاين. وانا يعني باش بنادم بدي يقول لك في دوك التعاليق اللي كينشروا فيهم تعاليق ينشروا فيهم الدين ويمشيوا للخاص ينشروا الفساد، يعني ما عندي ما ندير بداك الانتقادات. انا المجتمع ما كتهمنيش داك النظره ديال المجتمع، واخا نكون غاده في الطريق هكا ما تتهمنيش، كيهمني راسي. يعني عندي واحد الثقه وعندي واحد الشخصيه اللي قويه، ما كنتسوقش للبشر، حيت البشر ما كيجيش يدق عليا ويعطيني ما ناكل ويجيب ليا الزيت اللي غاليه ويجيب ليا التقديه من السوق للسوق، او لا حتى شي حاجه ما كاينه. اللهم نبيع من الجزء من الجسد ديالي انا حره فيه. باش تبداو تقولوا لي لا شي لايف دزت فيهم وكيقولوا بانني باغا نطلع قناتي، يعني عالم اسطوره شاكيره. انا كاين شحال من طرق الا بغيت نطلع، ما غنجيش نقلب باش نبيع جزء من الاذن ديالي ويتواصلوا معايا الناس ونزيد حتى المبيض ديالي. يعني ماشي سهله باش بنادم يخرج في واحد المنبر انه يبيع الاعضاء ديالو وتجيو نتوما تبقاو عليه وباغا تطلعي تطلعي. وما طلعنا معكم حتى الخبز فاش كنت كنفرش في الراشه ونبيع ونشري، عاد نطلعوا معكم قناه عالم اسطوره شاكيره. انتقادات ما كتهمنيش. لا انا اسمح لي ما كنبيعش الحمير دوبلا مش طرجم، كنبيع الجزء من الاذن ديالي. انا ما باغاش نبيع الحمير لدرجه انا ربع سنين ومفارقه مع الاب ديال ولادي وما عمر درت شي علاقه لدابا، لان كاين اللي يقول لك لا كذوب. انا ربي اللي عالم بيا، انا زهريه يعني طقوسي مع الجن، يعني واحد الانسان زهري وبنت لميمه البحراويه وبوها ليا، يعني فساد ما كنبغيش، عايشه مع الجواد ومع باب الله وبنت باب الله. انا باغا نبيع الاجزاء يعني الاعضاء ديالي ومنهم الجزء الاذن ديالي. ما كيهمونيش ما كتهمونيش، هذه حياتي ونعيش كيف بغيت. عيشوا ما تحضيش، عندو ما تحسدش، عيشوا حياتكم ما تبقاوش تعيشوا حياة الناس. التناقضات ما كتهمنيش. عالم الأسطورة شاكيرة ديما الجديد وديما هك، عمر ما نتسوقش لشي واحد. كنت حمقى وبيلا كنتسوق الناس الناس الناس، دابا لا، لقيت حياتي أحسن هكا، لبس لي بغيت، نهضر نضحك، ما نتسوقش للناس. يعني عيش وما تحضيش، حياتي هادي حياتي اللي بغيت تكون، ماشي هادي. نتمنى حياتي اللي بغيت تكون تكون ان شاء الله منين غادي نبيع الجزء من الاذن ديالي. وكما انا تلقيت مساعده من عند الناس حتى انا نساعد الناس، علاش لا، خصوصا الناس اللي كنعرف حتى هما، منهم صديقتي اللي في قنيطره.
وكنشكر من هذا المنبر دودي أراب ملاك اللي ساعدتني في شهر رمضان، وكنشكر كاع الناس كاملين.